مدحوينها بونتلاند دكتور عبد الولي محمد علي قاس او ورباهينتا عالمك كل هدليي مقالدة دبي اي دالكيسو تقي مراد كعربتا ايا كور بحيي حرير كسو جرين اي تاريخي قاود حيا بونتلاند اي دالكيسو تقي مراد كعربتا يوزيدو كلي سومالي دا عبد الولي محمد علي قاس ايا صوبان ديغي فرصدها مالكشيه كبنان بونتلاند يولي با سوماليا وحانو شيغي ان علاقات كلابدة الدولدود اي حرقو في سوكرا لحكشي اسلامر كان اللوب باهي اي سيدي اللو حالين لها Puntland as a state in Somalia. The state of Puntland lies at the northeastern part of Somalia. It occupies one third of the Somali territory and comprises one fourth of the Somali population. It's strategically located and it's the only state that borders both the Red Sea and the Indian Ocean. It's also the gateway. Somalia is a federal government. Why do we have chosen, and it's important to understand the concept of federalism in Somalia. The idea of federalism was to establish a state government is responsible for certain government functions whilst ensuring federal government that upholds the nation's unity. Somalia's collapse of 1991 was the result of centralized power and the Mogadishu city-state. Somalia is not Mogadishu, and Mogadishu is not Somalia. مدحوينها بونتلاند دكتور عبد الولي محمد علي قاس ورباهينتا عالم كلها اللي يسوتشي دي خطبه مركي وسوق قبل قبل بشركة شرايد وقبتي مدحوينها بونتلاند دكتور عبد الولي محمد علي قاس والله هذلي تلفزيون كهون كابل تي في أي كور بحيي وشهد السعودة الكيسة وكمري يدلك يسوتجا إمارات كعربتا واحد ما تلقى إنه يمدينا أدرس قرية ميديها يو أي أنا كره الله بروح يعمل بدور سوى حوي علاقات ك لو ما تكده هي يروي هاي علاقات إلى ما تقل إلى ريو علاقات أصلية هاي وحكي من وحير أو ترى ترى لكن أهل الجيل إنه يلقوا دبل الله صحه دبل الله حاجات شيو سوتو على بعض ودن ما كلا مرمى دنت يو إيه رو دنت سومالي دنت سومالي رو دنت يو إيه سوتو أبوي واسكو كلام ناي كان أحسن أنا قد حيل دنت بدن أو سومالي هم كنور هم كنور كشر بيستا دنت بدن بقى نعس كله دنت ودن لما ودن لو حياتي لو ودن أو وقرأت كتاب وقتي شغزات بس ده على هي الدولة اللي عملها كبروجي هي الصومالية هي كده هي ده كنت سويش على هي مرة من مرة كإلا نوبيو سبب العام يلا واحد يزن وصحة أي سنة كذي نري إلا نوبيو هاي صح ما أنا شيء من مرة خلاص طلع ودر إنه حجاجو ورجال إنه حجاجو علاقات لو دول وكستاهي بس كان على مرة كاركود إذا كنت مع دول حرايا وترى ترى سان شيء لكن واحد شيء من أهل تاسي أي كم بحضر حكاكتو سوى فرد إن وحي مالقش دلكا دلكا لم يدهم ضحي وضر كالمال قليو أما ها هذا يو أي أما ها هذا وضن كاري أو أي كمبنيك أو وضما كاري كي ما داهي دلكا اللي خيرات كسينا كفا إذا سنو إن وضر كالمال قليو إن شاء الله أبور لني يلا سيسو ودي يا شباب يا داعش اليوم معد بدل يا تحريم حالنا مع إن آنو جوي أنا أقول لك لكن أنا أبغى أن هاي نقال هو ده يتنو رشيو ده إن كفاية دي سنة يلا وأنا كفاية سنة يا دمعة مركا وحرير كفاية دي سي لو أدنى عمها بيت خلا كده يدم خبط معها إمارات يقول كده يدم كارك وما قبته سؤال كده يدم كارك وما قبته
ولا كنا فائدين سريع ولا لو والله شغالين إن شاء الله ساس ويجي وحنا وعربنا وحكرا ده أنا وعمري من مشروع وحنا رجعي على قاتكم إنه هجاجو وأنا رجعي ورجعه الدور ده صار رفتيه وما حد يدري أي أوش علي هاي على قاتكم هجاجو أنا نواش على سوت وحنا إن شوي جا حتى أول ماي وأنصح هاي المشروع كبره طلقنا وهجاجو حرقنا هجاجو عبدي ناصر خالد سعيد ورقهون كيبل تي في مقالة دبي.